ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف. فيديو جديد، فيديو النهارده دقيقتين بس. موسى سام، الصوت في صدى، اغنيه قصيره جدا وانا مش عايز اطول عليكم. عايز الاغنيه دي اعمل رياكت، ده يكون فيديو 4 دقايق بس كده، فنخش على طول على الفيديو. يلا ليتس جو. مضواري تقتل طموحي، جوا مني مش هتشوفي، جنبي مني مش هتموتي، جنب المواهب هتموتي. عيني دايما على الرحص، عيني دايما على المغص، دنيا سقعت جسمي نقص، حصل حصل مش جسمي ساقع. الاغنية ساقع، انا ساقع او ساقع. الاغنية دي عجباني فشخ، عجباني فشخ الموسى. اوكي مش ما اعتقدش هما في كام حد انا اتكلمت عليه ان اغانيهم بتعجبني. يعني اغنية موسى اللي هي ساقع دي عجباني فشخ، سلايفر حلم، اغنية حلم، ليجاسي بيتر دين مش فاكر كان ليه تقريبا اغنية تانية، ليجاسي تقريبا حاجة زي كده والله مش فاكر. كان في حد ويجز، ويجز هو اللي له اغنيتين اللي هي كان نفسي واغنية نصين. نصين هو الويجز، هو ويجز هو اللي عنده الاغنيتين اللي عجباني الويجز، مع اني سبحان الله في الاول ما كنتش بحب ويجز. سبحان الله. الله يخلينا نكمل. دنيا سوق والفاكهه تدوق كاني في الجنه طوف، ماشي في الثانيه وبشوف كذا حاجه كاني ماشي في كابوس، حظي مكتوب الصدمه مكتوبه والحزن مألوف، كله في السكه مسحوق، الدنيا دي غابه محدش في غيابك هيفتكرك مجهول، هي ماشيه ينبكوت سوي الطاقه عايز اموت، قلبي ليل بس يفوق، رحت كتير عشان اشوف ليالي كتير على فشوش، كلام مش هيجيب لك فلوس، الاحساس ده عذبنا وبيموت، سوينا عشان انت مكتوب لحظه سواءً عشان انت مخطوب، مش قصدي اعذبنا وبيموت، سواءً عشان انت مخطوب لحظات عدي وقت. شكرا يا زميلي على السلكات، صدفة دي بتجي لها علامات، ربك العليم بالازمات، خاتم في ايدي زي سليمان، استقبل في الكومة مالوش وجود، ماضي ده في راسك مالوش شهود، شيطان يصطادك ماشي فلو، صف في صدى لامي مش زي اغنيتها، مش زي اغنيتها. اوكي اغنيه، هي اغنيه مقبوله، مش واو كالعاده. انا في انواع بتعجبني جدا وفي انواع مش قد كده، دي الاغنيه دي مش قد كده، اللي هو لان برضه في نفس الوقت مش قادر اركز هو بيقول ايه، حاسس ان في دوشه وخلاص. اوكي ما علينا ما علينا، بس هي مش وحشه، انا ما قلتش ان هي وحشه. اوكي الناس بس تكون فاهمه، هي اغنية ساعة هي اللي عجباني موسى اكتر، اللي هو انا الستايل اغنية ساعة دي اللي عجباني، مش عارف انا بيعجبني الستايلات دي فاهم اكتر، مش عارف. انا قلت كلمة كتير جدا. اوكي ما علينا، ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، اقول لكم يلا تشوس.